هذا اللقاء اللي حاولنا من خلاله نناقش موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، هو موضوع الشفافية في أداء المرفق العمومي. كنعتبروا هذا الموضوع هذا ما يمكنش نناقشه من الزاوية المؤسساتية وفقط، لابد وأن ننفتح عن الفاعل الجمعوي. عن الفاعل الجمعوي لماذا؟ لأنه يملك رؤى، يملك تصورات، يملك مجالات تدخل أرحب وأوسع. وحنا كنعتبروا بأن العمل ديالنا الآن مع النسيج الجمعوي اللي كان حاضر معنا هو عمل من أجل إثبات وتعزيز العلاقات التشاركية القائمة بين مؤسسة وسيط المملكة وفعاليات المجتمع المدني. بالنسبة لنا الأهم والأهداف ديال هذا البرنامج أولا وهو أنه نخلق واحد العلاقة ما بين العمل ديال المجتمع المدني والإعلام والفاعلين ديال الدولة وكذلك المؤسسات الحكومية في الدور ديال الوسيط المملكة في معالجة التظلمات ديال المرتفقين بالإدارة العمومية. هذا أول. ثاني حاجة أننا نعرف بالدور ديال المؤسسة الوسيط وكذلك ما يحتاجه مؤسسة الوسيط من تفاعل مع المجتمع المدني على المستوى المحلي، وكل هذا يدخل في إطار الوقاية من العنف اللي يمكن ليه تأديه العلاقة المتوترة ما بين المرتفقين والإدارة العمومية بالمغرب. ومن بين المسائل اللي كاينة داخل في الأهداف ديال هذا البرنامج هذا هو أنه تبادل الخبرات الدولية في مجال دور الأومبودسمان بصفة عامة على المجال الدولي وكذلك أومبودسمان ومؤسسة الوسيط هنا. بالخلاصات لنا أنه عرفنا بالدور ديال الوسيط لواحد المجموعة ديال جمعية ديال المجتمع المدني ما كانوش عارفين ديال الدور ديال مؤسسة الوسيط بالضبط، فكانوا كيعتبروا كمركز لتلقي الشكايات ديال المرتفقين مع الإدارة العمومية. السي بن عليلو وسيط المملكة وضح بأن الدور ديال مؤسسة الوسيط أكبر من ذلك، وأن عندها دور محوري سواء ماشي غير من في إطار شكايات ولكن حتى في المعلومة، في الحصول على المعلومات وفي تسهيل الحقوق والواجبات ديال المرتفقين وديال الإدارة بصفة عامة. زينب بوزار منسقة مشروع الحق في الحصول على المعلومات بجمعية سمسم مشاركة مواطنة، سعيدين جدا بالمشاركة في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة. اللقاء الهدف ديالو هو أنه تبادل الخبرات ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والدستورية اللي من ضمنها مؤسسة وسيط المملكة، وسنكون أسعد كذلك بعرض تجربة ديالنا كجمعية سمسم وخصوصا في الاشتغال ديالنا على موضوع ديال الحق في الحصول على المعلومات والتجاوب ديال الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك عرض مختلف التوصيات والخلاصات ديال العمل ديالنا واللي ممكن تجود الشفافية والانفتاح ديال المؤسسات العمومية على المواطنات والمواطنين. حنان أزريع رئيسة جمعية شباب لأجل الشباب، هي جمعية وطنية تهتم بقضايا الشباب. بالنسبة لنا اليوم الحضور في المائدة المستديرة اللي بتنظيم نوردك ومؤسسة الوسيط هو حضور مهم ومتميز، يعني هذاك التميز النوعي لأن انفتاح مؤسسة الوسيط باش المجتمع المدني يعرف الأدوار والاختصاصات ديالها وكيفاش ممكن تتعامل مع المجتمع المدني. والمبادرة اللي جات على سيد وسيط المملكة اليوم هو فتح واحد فضاء ديال التشارك وأخذ آراء ومقترحات المجتمع المدني، هي مبادرة جيدة يعني لأن ماشي بقوة القانون ولكن بمبادرة مؤسساتية موضوعية تلقائية اللي غتخلي يكون تعطي واحد العطاء اللي هو أكبر باش والهدف منها هو تجويد المرفق العمومي، ضمان حق المرتفقين، ضمان شفافية وتطوير أداء ديال جودة الإدارة اللي بالطبع غتنعكس سواء على المرتفق المواطن بصفة عامة وكذلك على الإداري كمؤسسة وكموارد بشرية داخل الإدارة.